Hello, Khamis. How are you? I'm Raghad Alhanandeh from 3IQ Academy. Open your workbook, page 62. Today we have a paragraph. No, they are four paragraphs, okay? And we have four pictures. All of them are in the sea, right? كلهم موجودين في البحر. Read the text, write the paragraph titles. بدنا نكتب عنوان كل paragraph. Okay. The first one, the title is done for you. Serious cute charity. Charity means الجمعية الخيرية. Charity, الجمعية الخيرية. Okay? الجمعية الخيرية. الجمعية الخيرية لإنقاذ في البحر. The Royal National Lifeboat Institution. هنا بيحكي لي عن مؤسسة قوارب النجاة الوطنية الملكية. ريال عن إشي ملكي. ناشونال وطني. لايف بوت قوارب النجاة. إنستيشن المؤسسة. طبعا هما ماخدين لي حرف من أول كلمة R N L I. أوكي. R N L I هي الاختصار ل The Royal National Lifeboat Institution. تمام؟ أوكي. هسا هون بدهم يعرفوا لي هاي المؤسسة. Is a charity that looks after the people in the sea around the UK and Ireland. بحكي لي هي جمعية خيرية تعتني بالناس يلي موجودين في البحر حول الـ UK and Ireland. The RNLI has some more than 300 lifeboats and works on more than 100 beaches. بيحكي لي إنه هاي المؤسسة عندها أكتر من 300 قارب نجاة وتعمل كلها بأكتر من 100 شاطئ. The lifeboats can travel very fast and have lots of first aid equipment on them. بحكي لي قوارب النجاة هي بتتنقل سريعة جدا وتحتوي على الإسعافات أدوات الإسعافات الأولية في هاي القوارب. Last year they rescued over 10,000 people who were in danger at sea. بحكي لي السنة الماضية هي أنقذت أكثر من 10,000 ناس يلي كانوا في خطر بالبحر. طيب هلأ هنا they عائدة على مين؟ they refers to they rescued. مين هي يلي أنقذت 10,000 من الناس اللي كانوا في خطر في البحر؟ they عائدة على ال R and L I اللي هي Royal National Lifeboat Institution. تمام؟ they عائدة على هاي المؤسسة. يا بحكي R N L I أو بحكي The Royal National Lifeboat Institution. تمام يا خامس، معناته ذي عائدة على هاي المؤسسة. أوكي. هلا يمس خلينا نحل الأسئلة اللي على الفقرة. حاولوا وقف الفيديو انقلوا الأسئلة على أساس تكون عندكم. هلا خلينا نحل الأسئلة. What is the meaning of RNLI؟ شو معنى The Royal National Lifeboat Institution؟
شو معناها هاي؟ نحكي The Royal National Lifeboat Institution is a charity that looks after the people in the sea around the UK and Ireland. معناته الجواب هو من عند هي جمعية خيرية من عند is a charity لعند إيرلند. Okay. تمام. السؤال الثاني. How many boats are in RNLI? كم عدد القوارب الموجودة بهاي المؤسسة؟ How many more than 300 lifeboats? More than 300 lifeboats. معنات أكتر من 300 قارب. نجا. How many beaches RNLI works on? كم عدد الشواطئ اللي هاي المؤسسة بتعمل فيها؟ كم عدد الشواطئ حكينا؟ More than 100 beaches. More than 100 beaches. Okay. The last one. Do the lifeboats travel very fast? هل قوارب النجاة بتسافر سريعة يعني بتكون؟ Yes, they do. Yes, they do. واضح الفقرة يا ميس؟ معناته بيحكونا عن The Sea Rescue Charity. Sea Rescue Charity حكينا هي المنظمة الجمعية الخيرية لإنقاذ في البحر. Now let's move to paragraph 2. Safety on the beach. Safety on the beach. RNLI lifeguards work on Britain's beaches. بيحكي لي إنه هاي المنظمة lifeguards أوكي هدول هم الأشخاص يلي بيكونوا موجودين عند البحر بيحموا أي حد بيحصل له خطر. تمام اللايف جاردز زي هم الحراس يلي بيكونوا عند البحر يلي بينقذوا اي شخص بيحصل له خطر. Work on Britain's beaches بيشتغلوا في شواطئ بريطانيا. They watch the beaches and make sure everyone can enjoy them safely. معناته شو وظيفتهم؟ انهم هم بيراقبوا البحر الشواطئ وبيكونوا متأكدين إنه الكل مستمتع وبأمان. الكل بيكون مستمتع وبأمان. Sometimes they use special cars to travel faster. إنهم يعني بيستخدموا سيارات علشان يسافروا يعني بشكل أو يتنقلوا بشكل أسرع. The RNLI trains the lifeguards to give first aid and to rescue people who are in danger. معناته هاي المؤسسة بتدرب الحراس هدول لتعطيهم دروس يعني عن الإسعافات الأولية وكيف ينقذوا الناس اللي بيكونوا في خطر. They also give people information about how to stay safe on the beach. بيعطوا معلومات يعني للناس إنهم كيف يبقوا بأمان على البحر. تمام؟ معناته what's the job of lifeguards؟ الوظيفة لا lifeguards اللي هي they watch the beaches and make sure everyone can enjoy them safely. بيراقبوا البحر وبيتأكدوا انهم الكل بيكونوا بأمان. They عائدة على مين هنا they؟ They عائدة على lifeguards. Okay. They عائدة على lifeguards. How they can travel? How they can travel? كيف how do they travel? كيف هم بيتنقلوا؟ بيتنقلوا بسبيشال كارز بخلال سيارات سيارات خاصة إنها بتكون سريعة. طيب خلينا نكتب لكم الأسئلة على أساس تكون عندكم. طيب يا ميس what is the job of RNLI lifeguards؟ حكينا وظيفة حراس منطقة المؤسسة
هاي المؤسسة حكينا الوظيفة هي watch the beaches and make sure everyone can enjoy them safely. Okay, هذا جواب السؤال الأول لهاي الفقرة. Where do they work? Where do they work? أين يعملوا؟ Lifeguards work on Britain's beaches. بيعملوا في شواطئ بريطانيا. Okay. How do they can travel? How do they can travel? كيف ممكن إنهم يسافروا؟ By special cars to travel faster. By special cars to travel faster. Okay. What should they do to rescue people? What should they do to rescue people? شو ممكن إنهم يعملوا علشان ينقذوا الناس؟ شو بيعملوا؟ أول إشي الفيرست إيد، الإسعافات الأولية. نحددها هون هيك بس برصاص إنهم هم بيعملوا الإسعافات الأولية الفيرست إيد، و give people information about how to stay safe on the beach. شو بيعمل؟ بيعمل إسعافات أولية وبينصحوا ينصحوا الناس كيف ممكن إنهم يكونوا بأمان، يبقوا بأمان على البحر. Okay. Now let's move to paragraph 3. Stay safety at sea. Safety at sea. يكون الأمان على البحر أو في البحر. If a boat gets into a dangerous situation at the sea. إنه لما يكون في عندي خطر على أو يحصل خطر على القارب في البحر. The RNLI sends a lifeboat out to help them. معناته لما أنا يكون في عندي خطر على القارب هاي المؤسسة بترسل قوارب نجاة عشان تساعدهم. RNLI crew are all volunteers. هلأ طاقم هاي المؤسسة crew يعني هو الطاقم، هاي المؤسسة كلهم volunteers. volunteers يعني متطوعين. they are normal people with jobs. هم ناس طبيعيين بوظائفهم، كل واحد له يعني وظيفته الخاصة. but when the alarm goes they stop what they are doing to go and help people in danger. بيحكي لي لما جهاز الإنذار بينطلق بيحكي لي هما بيتوقفوا عن أي عن عمل أي شيء هما بيعملوه to go and help people in danger عشان يذهبوا يساعدوا الناس يلي بخطر. If a boat is lost at sea they work with a coast guard to find it. بيحكي لي إذا كان القارب ضائع في البحر هما بيعملوا مع خفر السواحل لإيجاده. تمام. they هون عائدة على مين يا ميس؟ they are normal people. مين هم الناس عاديين بوظائف عادية؟ مين؟ ال volunteers. مين هم ال volunteers؟ معناته هون أنا عندي they عائدة على ال volunteers. What they are doing هو نفس عائدة على الفولنتير. They work معناته هنا أي they عائدة على مين؟ عائدة على الفولنتير. Okay. Dangerous. Dangerous حكينا هي ال part of speech منها adjective. ال part of speech منها adjective. قوارب النجاة هي noun. هي noun. ندور على فعل مثلا send هي verb. send هي verb. اوكي طيب What do the R and L I do if a boat gets into dangerous?
شو بتعمل هاي المؤسسة إذا القارب يعني حدث له خطر؟ آية خامس، شو حكينا الجواب؟ The RNLI sends a lifeboat out to help them. شو بتعمل؟ بتعمل إنها بترسل قارب نجاة ل يساعدهم. أوكي. Do the RNLI crew are all volunteers؟ هل طاقم العمل لهاي المؤسسة كلياتهم متطوعين؟ Yes, they do. نعم كلهم متطوعين. طيب What is the job of the volunteers؟ شو وظيفة هاي الفولنتيرز؟ شو بيعملوا مع هاي المؤسسة؟ حكينا they are doing to go and help people in danger. هم شو بيعملوا؟ بيذهبوا بيساعدوا الناس يلي في خطر. معناته شو بيعملوا؟ بيساعدوا الناس يلي في خطر. Okay. Now the last paragraph. Disaster areas. Disaster areas يعني المناطق يلي متدهورة، يلي فيها كارثة، المناطق اللي بتحدث فيها كوارث. The RNLI flood teams go all over the world to help people in places where there have been, big floods. بيحكي لي فريق الفيضان لهاي المؤسسة teams يعني الفريق بيذهبوا لكل أنحاء العالم بيساعدوا الناس اللي بأماكن اللي بيكون فيها فيضانات كبيرة. معناته هذا الفريق بيروح لكل أنحاء العالم ليساعدوا الناس اللي عندها فيضانات كبيرة. They use their special boats، بيستخدموا قواربهم الخاصة to go to sites that other organizations cannot go to and get people out of danger. بحكي لي وظيفتهم هي بيذهبوا قواربهم الخاصة للمواقع يلي فيها المنظمات ما بتستطيع انها تذهب لها، وبيحضروا النائب يعني بيجيبوا الناس يلي في خطر. معناته هسه بيكون في منظمات انها بتساعد الناس، بس بهاي الاماكن المنظمات هاي ما بتقدر انها تساعدهم. فوظيفة هاي الفريق اللي هون هو بيذهب بقواربه وبيذهب انه يساعد الناس وبيطلعهم من الخطر اللي هم ما فيه. تمام، معناته فلد معناها فيضان، الأماكن اللي بيحدث فيها فيضانات. معناته السؤال what is the job of RNLI flood teams، وظيفة هاي المنظمة فريق الفيضان بهاي المنظمة. حكينا وظيفته هي to go all over the world to help people in places where there have been big floods. Okay? Okay. Now let's do exercise 2. Read again and correct the words in plot. In bold, sorry. بدنا نقرأ الفقرة مرة تانية، احنا قرأناها، بدنا نصلح الكلمات الموجودة باللون الغامق. Sentence number 1. The RNLI works to keep people safe in the mountains. هل هما بيعملوا على يحافظوا على حياة الناس في الجبال؟ No. In the sea. In the sea. 2. Last month they rescued over 10,000 people. هل هما كانوا last month؟ No, last year. Last year. 3 lifeguards work on roads around Britain. بيعملوا بالرودز بالطرق. Or on beaches. On beaches. They give first aid and make sure people are crowded on the beaches.
هما بيعطوا الإسعافات الأولية وبيتأكدوا إنها الناس تكون مزدحمة في الشواطئ. crowded or safe. safe. The RNLI sends an ambulance to help people in danger on the sea. بترسل سيارة إسعاف. No, a lifeboat. بترسل lifeboat. قارب نجاة. The RNLI flood teams work all over the country. بيشتغلوا بكل أنحاء المنطقة أو المدينة. No, all over the world. بيشتغلوا بكل أنحاء العالم. أوكي يا مس، بدي ألاقي الأجوبة موجودة، الأسئلة اللي على الفقرة موجودة على الدفتر مع أجوبتها. اللي ما بيلحق ينقل من على الدفتر يوقف الفيديو وينقل منيح، والحصة الجاي إن شاء الله بنكمل صفحة 63. يعطيكم ألف عافية.